يلا هات. طيب حديث العربون يا شيخ ذكرتم تضعيفه، فهل لا تجوز سورة العربون؟ هل ايش؟ لا تجوز سورة العربون؟ لا تجوز في نهاية المطاف. بمعنى أنا ذهبت عند التاجر واشتريت بضاعة وقلت هيا عربون وريثما وهيئ لك ثمن آتيك غدا إن شاء الله، ثم بدا لي أن لا أخذ هذه البضاعة وهذه الحاجة، فجئت إلى البائع واعتذرت له فلا يحل له أن يأخذ العربون. ابتداء يجوز من حيث أنه هو أي البائع راح يحتفظ في البضاعة لا يبيعها لغيره، لكن إذا جاء الشاري ناكلا معتذرا والبضاعة لا تزال كما هي فلا يجوز له أن يستحل أخذ العربون إلا في حال واحدة، حالة كون البائع أصيب بضرر ما، وهذا الضرر يمكن تصوره بتصورنا للحاجة. إن كانت الحاجة مثلا شيئا يتعرض للفساد بمضي الزمن قل أو كثرة والحاجة محفوظة للمعرب الذي دفع العربون، ولما جاء يعتبر فسدت كليا أو جزئيا، فحينئذ لابد من دفع الضرر عن البائع. هذه الصورة واضحة؟ نعم واضحة. طيب والصور كما قلت آنفا يمكن أن نتصور عديدا منها، منها مثلا صاحب سيارة باع لإنسان وأخذ منه عربون، جاءه شار في غيبة المعرب وقال بتبيع هذه السيارة، قال له والله هذه من باع أنا بشتري قديش بعد بعطيك زيادة كذا ما بستطيع أنا خالف، وجاء الشاري ونكل واعتذر. حينئذ أرى هذا رأي اجتهادي، أرى أن البائع يخصم الضرر الذي أصابه بسبب تمسكه بقوله للشاري، وأن يقتطع من العربون ما يدفع به الضرر. أما العربون كله كما يفعل بعض الناس هذا لا، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وإذا زاد الضرر عن قيمة العربون إذا له إلا العربون؟ إذا إيش؟ إذا زاد الضرر عن ثمن عن قيمة العربون مقدار العربون فليس له إلا العربون. نعم لأنه وافق. أي نعم. طيب